السلام عليكم، معك كوثر بن طالب حارسة مرمى ديال الفيس. المقابله ديال اليوم كانت شويه صعيبه من ناحيه التيران، ما كانش زوين، كان شويه قاصح علينا، وحتى الماتش كان شويه الريتم طالع، والحمد لله الاهم حاجه هي 3 بوين. وكنشكر اللعابات على المجهود ديالهم، كنشكر حتى لادفيرسير حتى هو على الاستقبال ديالهم، وان شاء الله نتمنى هذه الخطوه الاولى لينا في بروميير ديفيزيون. وكيفاش الماتش شويه كان شويه ديال الستريس، ومع التيران شويه كيف قلت لك كان التيران شويه بالنسبه لينا حنا شويه خايب، والحمد لله الاهم حاجه هي 3 بوين، ونتمنى نهديوها للنادي ديالنا. وكنشكر الكوتش رشيده والكوتش ديالي، والحمد لله ان شاء الله هذه غير البدايه. شكرا، بارك الله فيك.